طيب بعد الثورة بحين ما أدري بالضبط زمنياً إيش كثر أشهر أسابيع صارت بالكويت عندنا أحداث مسجد شعبان عرفت بأحداث مسجد شعبان وأنا استضفت مجموعة من الضيوف عندي في البرنامج أيضاً تكلموا على هذا الحدث كجماعة سلفية كيف هل تفاعلتوا مع موضوع خصوصاً صار تطويق وصار يعني بعض الاعتداءات وتم تسفير بعض الأسماء كجماعة سلفية شفتوا الموضوع هذا لا يعنيكم لا من قريب ولا من بعيد ولا أولاً يعني أنت تتكلم عن كالجماعة لا ما كان يعنيها ولا كان هذه قضية أمنية داخلية المعني فيها النظام لكن احنا ضد اي شيء ضد النظام يعني ولاءنا الاول والاخير من بدايه يعني للنظام هو اللي صار في احداث مسجد شعبان كان ضد النظام يعني طبعا لما يقومون داخل المسجد وطالبون بالتغيير وما التغيير هذا كان مفهوم السائد قاعد اقول لك لا ما انا بعرف شنو اللي انت كان يوصل لك من احنا احنا كجماعه نتكلم الان كجماعه ما كان يعنينا ما لنا شغل لا من قريب ولا من بعيد. هني فرق ما يعنيني شيء وان كانت توصل لكم او كنت طبعاً كانت عندك معلومات ان الجماعه ضد النظام كانت توصل لنا ان هذا الجماعه ضد النظام من منو توصل لكم؟ نعم من منو توصل لكم؟ الحديث اللي عاد تقول لي منو الشخص ما اعرف منو الشخص لا مو هذا يفرق حتى نعرف انتم شلون كنتوا ترقبون هذا شوف الحدث شوف انا اقول لك الان لما حصل حدث بالكويت تسمع وكانت يقولون انه موجود حتى من حتى بالسبعينات ان ذيلا كذا وذيلا كذا وذيلا كذا لكن هذا ما كان يعنينا ما كان يعنينا لا مو ما يعنيني واصدر حكم شيء وما لا يعنيني لا ولا التفت للموضوع ما صدرنا حكم لا ضد هؤلاء ولا غيرهم ما لان ما يعنينا ما صدرنا حكم ولا بنينا يعني موقف بالموضوع احنا كنا نعتقد لما بلغونا عن انه الحادث كذا كذا طيب هذه الحادثه امنيه والمعني فيها النظام ما نشغل فيها الحكومه مو النظام الحكومه